لمزيد من النقاش ينضم إلينا من فيينا مراسلنا خالد أبو بكر، كما ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا أيضا عمرو المنيري. أرحب بكما وأبدأ معك خالد، لماذا ارتأت النمسا أنه من المهم أن تشارك في هذه المهمة في البحر الأحمر؟ تحياتي إليك دينا. بحسب ما أعلن الوزير تشالنبرغ فإن ترى أن المشاركة في هذه العملية العسكرية التي تستهدف حماية الملاحة في البحر الأحمر عملية في غاية الأهمية، لأن الصراعات ومنها الصراع في الشرق الأوسط لم يعد صراعا إقليميا بحسب الوزير النمساوي، ذلك أن التضييق على حرية الملاحة في هذا المجرى الملاحي الدولي الهام يؤثر على سلاسل التوريد التي تحرم أوروبا ومن بينها النمسا من الكثير من السلع الاستراتيجية. أيضا فيما يخص توجه السياسة الخارجية النمساوية، أرادت أن تكون ضمن الإجماع الأوروبي الذي يرى أن القيام بعمل عسكري في الجوار الأوروبي المباشر في الشرق الأوسط هو مهمة أوروبية في الأساس، وأنها أولى من غيرها من القوى العالمية خصوصا التحالف الأنجلو أمريكي، بالنظر إلى قبول دول مهمة في إقليم الشرق الأوسط للتحركات الأوروبية التي دوما ما تكون منسقة. أيضا ما جرى بالأمس في بروكسل من اعتماد تلك العملية العسكرية، نعم، له دلالة كبيرة جدا على سنتعرف أكثر عن هذه العملية خالد، الأمن، نعم، والدفاع سنتعرف أكثر عليها مع عمرو الذي ينضم إلينا من بروكسل. يعني عمرو، الوجود الغربي في هذه المنطقة من البحر الأحمر ليس قديما، بل هناك عملية حارس الازدهار موجودة بالفعل. ماذا نعرف عن عملية الاتحاد الأوروبي؟ ما هي مهمتها بالأساس وما الجديد الذي سوف تقدمه؟ نعم، بالفعل كما ذكر زميلي خالد، هذه العملية هامة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. تفاصيل هذه العملية وهي أن تقوم وحدات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي في التواجد العسكري داخل البحر الأحمر وبحر عمان، الخليج العربي، مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وهذا معناه ليس فقط عملية داخل البحر الأحمر، لكن هي عملية كما ذكر خالد، هي عملية لتأمين التجارة الخاصة أو التجارة الدولية بطبيعة الحال، ولكن التجارة الخاصة بسلاسل التوريد للاتحاد الأوروبي. نعلم تماما أن 40% من البضائع التي تصل للاتحاد الأوروبي تأتي عن طريق البحر الأحمر، حوالي 90% من التجارة التي تأتي من كل آسيا تأتي من هذه المنطقة. ومن ثم هذا الإجماع، 26 دولة اجتمعت ووافقت على هذا القرار استثناء إسبانيا، ستقوم بعمليات عسكرية، ليس عمليات هجومية بل هي عمليات مراقبة وحماية للسفن التجارية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة. نتحدث كما نقول من بداية من مضيق باب المندب، بحر عمان والخليج العربي ومضيق هرمز، أي أن هذه المنطقة والتي منطقة هامة جدا بالنسبة للعالم، لكنها هامة الآن، نعم، بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يريد رسالة مباشرة أنه لديه قرار مستقل ولن يكون هناك انصياع خاص بقرارات الولايات المتحدة، لكن هناك سيكون تعامل مباشر مع حارس الازدهار والتي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا. سيكون هناك تبادل عمليات، تبادل معلومات عسكرية وتبادل عمليات لوجستية واستخباراتية وما إلى ذلك، حتى يكون لأوروبا هذا الممنوع. ما أكدت عليه هذه القوة التي أنها ستستمر لمدة عام بدءا من هذا الشهر بالفعل، وهذه العملية ستقودها اليونان قيادة عسكرية كمدن. هناك 8 دول مباشرة ستكون لديها قطع بحرية وضباط وما إلى ذلك.
الميزانية ليست بالميزانية الضخمة، لكن هي تؤشر بأن هذه العمليات عمليات فقط للمتابعة. لا ننسى أن في هذه المنطقة وخصوصا في منطقة جيبوتي هناك قواعد عسكرية لدول أوروبية على رأسها فرنسا موجودة يعني لديها قاعدة عسكرية. أعتذر منك على المقاطعة، انتهى وقتي تماما، لكن بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإفادة. عمرو المنيري كنت معنا من بروكسل، كما أشكر جزيل الشكر خالد أبو بكر كان معنا من فيينا.